ما في طماع في نصاب، وده اللي بيطلق على جرائم توظيف الاموال او جرائم المستريحين اللي بيجمعوا الاموال من المواطنين وينصبوا عليهم. احنا النهارده بنقصد قصه مستريحه في عين شمس قدرت تجمع ملايين الاموال من الناس وتهرب. بعد ما هربت تسببت في صدمه كبيره للمواطنين، ناس ماتت وناس المرض سكن جسدها وناس الحزن والالم سكن في بيوتها. تعالوا نسمع قصص ضحايا المستريحه في عين شمس. القصه بدات ان الست دي كانت ساكنه عندي وعملت مشروع كبير، هي يعني هي واخواتها وكل حاجه، ايه كانت هي اللي بتاخدها من الناس وتدي الناس ايصالات، بس كنا نسالها بتشتغل في ايه، فتقول اخويا فرح بيعمل محلات وبيجيب بضاعه وبيجيب حاجات رمضان وبيشتغل منتظمه معانا، بتدينا على ال 100,000 5,000 كل شهر، بقالها سنتين ثلاثه هي شغاله من قبل كده بكتير، بس انا اللي بقالي معاها يعني الفتره دي. بعد كده فجأة انا من شهر واحد اللي فات مفيش فلوس. ليه؟ قالت هي كانت قبلها عمالة بتلم في فلوس، في صفقة بنعملها انا ومعايا مجموعة من الناس لنا مليون وشوية، والجمعية 150,000 جنيه الجمعية، لا في فلوس ولا في عائد ولا في جمعية. والله في ده في اتنين ستات ماتوا على زعل فلوس ولادهم، ما كملوش، واحده ليها 4 ايام او 5 ايام والثانيه ما كملتش اسبوع، ثاني يوم ورا على طول، غير ان في ناس كتير يعني ناس تعبانه وناس معاها ايتام، يعني ربنا يعلم بحالهم، بيستلفوا عشان ياكلوا. المفروض ان اخوها، هي قالت اخويا اللي هيحل، وهو قال انا اللي هحل، يجي رمضان يقول لنا ايه، تاخدوا نص الفلوس كل 3 شهور مبلغ والنص التاني ضاع عليكم، انتوا كسبتوا معانا، طب احنا كسبنا وهو عمل ايه؟ ما هو كان بيكسب. جمعت كتير، بيقول لك 10 مليون واكتر كمان، ده كل يوم بتظهر ناس ليها فلوس. دلوقتي قال لنا انا مش هحل، احبسوها. ما عملنا محاضر واتحبست، جاي دلوقتي يقول لنا ايه؟ خرجوها وانا حل. طب احنا نخرجها نتنازل ونخرجها وهو يحل؟ ده اخر حاجه اول امبارح جاي بيقول لي في حته ارض عند اخو جوزها هديها لك وسد الناس. طب الارض دي ما تجيبش 200,000 300,000، يقول لي اديكي 5,000 كل شهر وعلى اساس نص المبلغ نص الفلوس. طب اللي ناس ليها شهر وناس ليها شهرين تاخد نص فلوسها ازاي؟ كل الفلوس اللي انا املكها ومحوشها بقالي سنتين اديتهم لها، عشان دي كانت بتيجي تعيط وكنت همضيها على وصلات. مراتي قالت لي لا ما ينفعش، احنا بقالنا 5 سنين معاها، ما ينفعش تمضي ايه وصلات امانه عليها، عايزين فلوسنا. انا بقالي سنتين بحوش في الفلوس دي عشان اجيب حته عربيه، عشان ما بدلش عيالي في المواصلات، ما بضربش اكتر من حقي ولا بزود عليها ولا اي حاجه، انا ما بنامش والله. وبعدين مش واحد بس، اكتر من 100 واحد سامعينهم 10 مليون جنيه واخرتها ايه؟ اديتها مره واتنين وفلوسي رجعت وفوائدي اتظبطت والدنيا ماشيه كويس، ابتديت اثق فيها واديها مبالغ اكبر بوصولات امانه، انا ضامن حقي بوصولات الامانه. جه حصلت مشكلة عندها، الله أعلم، هي بتقول إن اتنصب عليها، معرفش ده الكلام ده صح ولا لأ. وطبعا ناس كتير ليها فلوس، أنا من ضمن الناس، أنا ووالدتي لينا أنا وهي 650,000 جنيه أنا ووالدتي. طبعا هي دلوقتي جات للمحل بعد المشكلة ما حصلت، هي وإخواتها حاولوا إن هم ينزلوا معايا لغاية نص المبلغ، وطبعا ده مش هسيب لهم فلوس من عرقي وتعبي، أنا عايز فلوسي كلها. هي بس في كلام منها من امبارح او من ناس جيرانها في الشارع بيقولوا لي يا جماعه اصبروا عليها عشان هي تخرج وتسد. قلت لهم لا، هي كان قدامها الفرصه قبل ما تدخل، لكن هي ما مشيتش مع حد، كل اللي تروح له ما بيتفقش، عايزه تاكل فلوس الناس، فكل واحد ليه حق، بيضطر يرفع الوصل بتاعه. بس هو ده كل اللي حصل. المتهمه اللي تسببت في كل الازمات دي دخلت السجن لانها سلمت نفسها لساعة شيطان.